موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. تجمع أحرار حوران نقلاً عن مصادر محلية يقول إن اللجان المركزية بدرعة قدمت مقترحاً جديداً يقضي بنشر قوات عسكرية للنظام واللواء الثامن في عدة أحياء بدرعة البلد. عشائر درعة تصدر بياناً تدعو فيه عناصر النظام في درعة إلى الانشقاق عنه. حركة نزوح مستمرة منذ الصباح من المناطق المحاصرة في درعا البلد باتجاه درعا المحطة عبر حاجز السرايا وفق تجمع أحرار حوران. مديرية التربية والتعليم في إدلب تعلن عن منح دورة تكميلية لطلاب شهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وطلاب شهادة التعليم الأساسي. الجيش الوطني السوري يستهدف بقذائف المدفعية مواقع قسد بمحيط مدينة عين عيسى شمالي الرقة وفق موقع الخابور. فريق البحث والإنقاذ السوري في تركيا يشارك بالتنسيق مع إدارة الكوارث التركية آفاد في عمليات إجلاء المدنيين وإخلاء المنازل بالمناطق المعرضة لخطر نيران الحرائق في ولاية أضنا جنوبي تركيا.